لو عايز تسحر فين، روح للست المحترمة أم إياد. الست عاملة مشروعها البسيط وابتدت بيه، ورحت لها مخصوص بناء عن دعواتكم. فول زيت حار أو حلو أو بيض أو حتى جبنة أو سلطة أو كل حاجة انتوا عايزينها موجودة عندها. هي في التجمع الخامس ومشوارها مش بعيد. عايز أقول لحضراتكم على حاجة، الستات الجدعان المحترمين بنبعت لها سلامنا وبنقول لهم إن أكلة عدنان بتوصل لكم في أي مكان. كل الشكر والاحترام، وكل سنه وانتم طيبين، واتمنى تدعموه. لقيت ان هو بناء عن منشنات كتير جدا قالوا الاكله عدنان لازم نيجي ندعمها. هي ست محترمه وعندها العربيه بتاعتها فيها قهوه وشاي وكمان فيها الفول والسحور. حطت كل الفلوس اللي معاها عشان تعمل المشروع دوت، وانا اتمنى ان حضراتكم تيجوا تدعموها. هي يعني اللي بتعمله فول وبيض وجبنه، وبعد كده ممكن تشربوا من هنا الشاي لو انتم حابين. احنا بندعم كل الستات المحترمين اللي بتجري ورقمة حلال، وبنقول لها ان اكلة عدنان معاكم في كل حتة. اتمنى ان انتوا فعلا تدعموها، وانا عارف وواثق بفضل الله ان كل متابعين اكلة عدنان هيجوا يدعموها، واحنا في شهر الخير وشهر الكرم، وانتوا كرمة بفضل الله. انا شفت لك فيديو على التيك توك. أيوة. كنت بتنشدي الناس. الموضوع ايه؟ الموضوع ان انا اشتغلت في السحور وجبت كل حاجة، وفي الاخر ما كانش فيه ناس بتشتري، لان ما كنتش عاملة حسابي ان انا المفروض اعمل دعاية، المفروض الناس تعرف ان انا موجودة. بس انا الموضوع جه معايا كده، قلت لا خلاص انا هدخل في السحور، وهي ولا شغلانتي ولا حاجة. بس قلت ايه، ما العربية مش هشتغل في رمضان. نعم. يعني انا عربية المشروبات مش شغالة في رمضان قوي. نعم. فقلت اي حاجة ايه تزق الموضوع، والناس كلها بتتصح. لقيت الدنيا مش شغاله، فقلت اشوف يمكن الناس تشارك الفيديو زي ما حضرتك جيت كده. انا جيت بصراحه بناء على الفيديو بتاع حضرتك، لكن انا 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 جيت شفت المنشن، شفت الفيديو، وبعد كده قلت لازم على طول اجي ادعم حضرتك. نورتنا. طيب بالنسبه بقى الطلبات عند حضرتك اسعارها ايه؟ عندي من 35 ل 40 و50. ايه اللي ب 35؟ بيض، سلطه، بطاطس، جبنه، بتنجان، فول. يعني ده كله ب 35؟ يعني باكج. وعيش. طب واربعه عيش. يعني معناتها ان ممكن اتنين يجي يسحروا بال 35 جنيه، يعني فول وبطاطس وجبنه وبيض. وبيض وعيش. صح. وسلطه. يعني هو في الواحد ب 27 جنيه ونص. طيب ايه الباكج الاعلى شويه؟ 50 بقى و40. يعني مثلا لو هيزود بقى العدد، يزود 2 بيض 2 فول. انا عندي علبه الفول هنا ببيع علب. ايوه. عندي العلبه دي ب20. ايوه دي بقى فول. الفول بس انا هقول لك الفول عندك انت عاملاه بالطريقه البيتي، ده مش اللي هو الطريقه التجاري. فول على حمص على عدس على فول مدشوش على رز، كل دون. انت عاملاه كده، خلي بالك ده الطريقه البيتي. يعني طريقة مش طريقه صح. الشارع يعني، ومتسويه دي يعني بنشتغل عليها من 5 الفجر لغايه المغرب. ومين اللي علمك اصلا الفول ده؟ لا هو انا بخلي حد تبعي، ست كبيره تبعي يعني قريبتي. نعم. تظبط لي الدنيا دي. ايوه. وبسيبها بقى هي تسهر بيه بقى ايه مع نفسها. تسويه. ايوه. بس كصنعه انا ما حدش علمني، انا اتعلمت لوحدي. ربنا يكرمك. بصي هو ربنا سبحانه وتعالى جعلني سبب الحمد لله ان انا اجي لحضرتك. الله يعزك. وده شرف ليا طبعا. والمكان هنا فعلا جميل قوي، يعني انت مديه بهجه. انا عايز كده تبصي كده، يعني تعالى كده بص المكان هنا، انت عامله حاجه جميله جدا. انا مركبه كل ده على ايدي، حتى كل ده دي. انا اللي عامله الدوايا على ايدي، بنفك بالشكرتون بكل حاجه. يعني الواحد لو عايز يعيش الجو الرمضاني يجي هنا عند ام اياد. طيب وعندنا شاي وقهوه ونستفي، عندنا جميع المشروبات السخنه، وعندنا العصاير، وعندنا نعم. حاجات ساقعه، يعني عندي ثلاجه فيها كل الحاجات الساقعه والميه. فانا يعني على قد ما اقدر بحاول ان انا ما اخليش الناس اللي تبقى ناقصها حاجه، يعني مش عايزه اي زبون يبقى ناقصه حاجه. لا هو ان شاء الله الناس ما حدش هيبقى ناقصها حاجه. يعني المكان جميل جدا، وكمان الاكل عند حضرتك شكله جميل. طبعا احنا النهارده يعتبر اول يوم رمضان، يعتبر تاني سحور. امبارح كان في حد جالك؟ لا خالص، نادرا يعني. نادر. طب النهارده يعني برضو نفس ممكن عشان الناس ما خرجتش اليومين دول. هو بس يعني انا هقول لك حاجه، احنا لسه بنبتدي. لسه حتى كمان السحور والناس كده بتبتدي. أيوة. طب احنا هنا لو حبينا نيجي العنوان بالظبط فين؟ انا في التجمع الخامس الحي الاول،
الشارع 17. شارع المميز ايه؟ المميز المبنى ده بتاع نقابة العلاج الطبيعي. وده جولدن بلازا، وعلى الشارع بره بنزينة موبيل وسعودي. تمام. انا بعد 200 متر من عند سعودي هيدخل الشارع اللي هو الجانبي اللي جنب سعودي وجنب موبيل، انا في الشارع ده بعد 200 متر هيلاقي العربية على يمينه. بصي الله يكون في عونك، ربنا يديك الخير والسعادة وراحة البال. وصدقيني كل متابعين أكلة عدنان بفضل الله، معلش انت يمكن حضرتك مش متابعة قوي، بس انا عارف وواثق في الله ان هم اهل خير وبيحبوا يدعموا كل الناس المحترمين زي حضرتك، والمشروع بتاعك ان شاء الله هينجح ان شاء الله. وانا عارف ان انت متضايقه وقلت ان انا خلاص بقى، انا والله على بالفعل النهارده انا يعني عقدت العزم وخلاص، يعني ان انا كنت هوزع الحاجه، ومش كنت ممكن اوزعها واجيب تاني، مش مشكله يعني، انا كده كده اصلا مش هسيبها تبات تاني يوم، فكل ده يعني انت عندك اليوم بيومه؟ مش هبيته. ما بتبيتيش؟ لا يعني الفول مثلا لو عملتي شويه ما ينفعش، اصل الزبون هيجي مش هتعجبه الحاجه هيمشي، مش هيجي تاني. تمام. فانا قلت خلاص انا هقفل في العلب دي كلها واوزعها. بصي ان شاء الله خير. خير ان شاء الله. بفضل الله متابعين الاكل عندنا هيجوا. ان شاء الله خير. والساعه كام بقى ابتدت السحور عندنا هنا؟ من بعد المغرب. من بعد المغرب، انت فاتحه من بعد المغرب. من بعد المغرب. لغايه قبل الفجر. لغايه الفجر بقى. لغايه الساعه مثلا 4؟ اه. انا بتمنى لك خير وسعاده وراحه البال. حضرتك من سكان التجمع؟ اه ساكنه. طيب انا مش هقول حاجه، حضراتكم عارفين، واتمنى ان انتوا تدعموا مؤيد، وربنا يكرمكم، ورمضان كريم. رمضان كريم يا فندم. ربنا يخليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله. بصوا فول بيتي قوي، ها الزيت الحار حلو قوي، ممكن اقول لكم من هي جايباه من سرجه 100 100، مفيش كلام عنه، يعني شويه فول جامدين قوي، بيتي قوي اللي انتوا بتحبوه قوي كمان. طيب ندوق بقى البيض اللي هي حطاه، طبعا حط عليه شويه زيت، هو البيض موجود بس النفس ده بيفرق جامد جدا. نحط بقى كده شويه جبنه، انا مش قادر اقول غير كلمه واحده، الاكله الحلوه بنروح لها كل حته والناس المحترمين بندعمها. اتمنى من حضراتكم بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله تدعموها، لانها فعلا محتاجه دعمنا، محتاجة دعاكم ان ربنا يسترها معاها. واحدة واقفة بالليل في حتة زي ما انتم شايفين كده، هو الصوص وحط عودين النور بتوعها وعربيتها وابنها معاها، ونسمي بسم الله. بحبكم في الله، كل سنة وانتم طيبين، واحلى رعشة.